الرئيس السيسي يشهد موسم حصاد القمح بشرق العوينات ويشدد على ضرورة الاستفادة المثلى من المياه. المشاركون في جلسات الحوار الوطني يؤكدون أنه يدعم الحياة السياسية في مصر. إشادات دولية وعربية بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات. محتاجين نتأكد أن أولا بالنسبة لشرق العوينات أن احنا المخزون المية الجوفي اللي احنا بنستخدمه في الري هنا سواء للمنطقة المزارعة عليكم أو للمستثمرين دي بيتم التعامل معها طبقا للمعايير اللي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة. أنا بتكلم هنا على استخدام المية بشكل رشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة. فأنا عارف أن وزارة الري بتتابع ده دكتور مصطفى، وعايز أطمن منك ومن وزير الري على ان احنا استخدامنا للميه هنا سواء للمسؤولين في الشركه دي او لرجال الاعمال اللي شغالين في منطقه شرق العوينات دي واحد. نفس الكلام بينطبق على منطقه توشكا. احنا محطه الميه اللي معموله هناك من سنه 86 دي معموله عشان تطلع حجم معين من الميه. احنا محتاجين ان احنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة، وبالتالي نظم الري الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او ليكم يبقى بيتم العمل بيها. وأكد الرئيس السيسي ضرورة جذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية، مشددا على ضرورة عمل أبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق. وأشار الرئيس السيسي إلى أن إجمالي الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتشكى يصل إلى 1,000,000 فدان بما يعادل المساحة المنزرعة في 3 محافظات. حجم المية اللي اتعملت على أساسه المحطة إحنا حريصين على أن إحنا في شغلنا أولا نستفيد منه كله، تمام، وثانيا نستفيد منه بزراعات بنظم ري حديثة وبزراعات حديثة. أنا بقول لينا كلنا دلوقتي إحنا بنتكلم على الأقل في منطقة توشكا بنتكلم في حوالي 700,000 فدان، وده اللي كان مستهدف 750,000 مش كده؟ كان مستهدف لما الفكرة اتعملت تمام في الثمانينات على ان توشكا تطلع 700,000 فدان. ومهمه قوي واحنا بنتكلم في النقطه دي نقول ايه؟ انتوا عارفين 700,000 فدان دول يساوي 2 محافظه ولا انا؟ 700,000 فدان يساوي 2 محافظه، يعني تقريبا 1,000,000 فدان اللي احنا بنتكلم عليهم في شرق العوينات وفي توشكا احنا بنتكلم على 3 محافظات. يتبقى حاجه، تمام، ازاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معانا هنا او حتى عشان الكثافه السكانيه اللي تبقى موجوده تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت. احنا خلاص عملنا الجهد او المشوار الاصعب، خلاص بقينا النهارده قادرين على ان احنا في فرص عمل لحوالي 1,000,000 فدان تقريبا، تمام، لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم اتصور ان العدد ده يزيد اكتر من كده. واحنا بالمناسبه حريصين على ان احنا في 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 هذا المجال كدوله ان احنا كل تعظيم ما لدينا من منتجات زراعيه.
وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاحه موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس بشرق العوينات أن الأراضي المستصلحة هناك ستصل لإنتاجية 1,000,000 طن من القمح، بما يوفر ما بين 350 إلى 400 مليون دولار. وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالتحقيق ذلك خلال 2 أو 3 أعوام، داعيا إلى جذب الكثافات السكانية إلى هذه المناطق مع توافر فرص العمل. النهاردة احنا بنتكلم على ان في نهاية الكمية العدد او حجم الاراضي اللي هتنتج دي، انت بتتكلم في 1,000,000 طن قمح، مش كده؟ 1,000,000 طن قمح دول يساوي كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثة، يعني حجم المية اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الامثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعة الكلام ده. وبالتالي انا بنتج 1,000,000 طن قمح دول بتكلفه اقتصاديه في الميه اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطه ميه نستفيد منها. ثم ده الفرصه بقى البديله لما انا اروح اجيب الكلام ده بحوالي 350 400 مليون دولار طبقا لاسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار ان لو سلاسل التوريد حصل لها مشكله احنا بندفع الثمن هنا كدولة، يعني سواء في تكلفة أو يبقى في مشكلة أزمة في الموضوع. فأنا بشكركم وده أنا سعيد بقوي بأن احنا يعني الإنجاز ده تحقق خلال فترة مش كبيرة قوي، خلال 2 3 سنين أنا بتكلم، وإن شاء الله خلال السنة الجاية يبقى وصلنا للحد الأقصى اللي في توشكا أو في شرق العوينات، ويتبقى الجزء اللي هو بتاع غرب شرق العوينات عشان نضيف مزيد من الاراضي. يتبقى ان الدوله دكتور مصطفى محتاجه تخطط كيف نجيب كثافه سكانيه من الدلتا، من الصعيد، من كده، عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل وفرص العمل موجوده. هذا وقد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية لنقاط حصاد القمح والبطاطس باعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية. كما تفقد الرئيس السيسي مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات، حيث استمع إلى شرح لمكونات المشروع والعملية الإنتاجية والطاقة التخزينية. وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع العاملين بمصنع إنتاج البطاطس شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. ويعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186,000 فدان.
خلال افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح وافتتاح مصنع البطاطس بشرق العوينات، أعلنت المحكمة الرسمية المعتمدة لدى موسوعة جينيس كنزي عماد الضفراوي أن مصر حطمت الرقم القياسي بأكبر مزرعة نخيل تمور في العالم بمساحة 132 ألف كيلومتر مربع. وكذلك سجلت مصر رقما قياسيا بأكبر حوض سحب مياه في العالم بكمية تبلغ 245 ألف متر مكعب. وهنأت محكمة موسوعة جينيس مصر على هذا الإنجاز الرائع، متمنية لمصر تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل القريب. أكد نواب البرلمان وممثلو الأحزاب المشاركة في الجلسة الثانية من المحور السياسي أهمية الحوار الوطني من أجل التوصل إلى نتائج تسهم في دعم الحياة السياسية بمصر. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، والتي تندرج تحت المحور السياسي بمشاركة واسعة لكافة الأحزاب والتيارات السياسية. كما أكد أعضاء مجلس النواب وممثلو الأحزاب المشاركون في الجلسة النقاشية الأولى بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أكدوا ضرورة التوافق على نظام انتخابي يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع ويساهم في تنمية الحياة السياسية والنيابية. وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن الجلسة الأولى للمحور السياسي كانت بناءة للغاية وغير مسبوقة. جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي للحوار الوطني، التي تناقش النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وذلك بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوى السياسية. هذا وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني الجلسة النقاشية الثانية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات. وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق المدنية أو السياسية. كما سلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن، بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي، باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري. هذا وقد أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب الإشراف القضائي على الانتخابات دليل على متابعة الرئيس السيسي للحوار. وخلال لقاء خاص للتلفزيون المصري، قال المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني تفاعلي وجاد بين كافة المشاركين مع احترام آراء الجميع، مشيرا إلى أن الحوار منصة آراء دون إخلال بدور أي جهة أخرى. النهارده كان يوم كويس، والجلسات كانت متميزه، والنقاش كان متسع ومتوازن ومتبادل. الحقيقه كان مش ممكن نوصل للنقطه دي غير بالتحضيرات الجيده. التحضيرات يعني ممكن البعض يكون استطال مدتها شويه، لكن الحقيقه نتيجتها باينة ان حضرتك كمان حتى في توزيع الكلمات النهاردة، فقد روعي في توزيع الكلمات انك ما تسمعش اتجاهين ورا بعض. حتى الناس اللي قاعدين حرصنا في القعدة نفسها ان احنا مش يعني لازم الناس تقعد مع بعض، بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع الحوار ونوع من انواع النقاش. الحمد لله الاراء كانت متنوعة ومتعددة. اهم ما يميز اليوم الانضباط،
انضباط الحاضرين كمان، بمعنى كل واحد التزم بالرأي، التزم بالوقت المحدد ليه. وفي حوار للتلفزيون المصري أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي أن الحوار الوطني هو عرس داخل الوطن للوصول لحلول لبعض المشكلات الموجودة. أنا شايف اللي بيحصل النهاردة عرس داخل الوطن، عرس بين الناس كلها. الناس النهاردة اللي بيحصل النهاردة بيؤكد على الناس حريصة على هذا الوطن ده، وإن الناس جاية تتفاعل وتتناقش عشان توصل لحلول لبعض المشكلات اللي موجودة. النهاردة أنا شايف إن الأمل موجود لدى البعض حتى لو اختلفت الرؤى. يمكن الناس برضو بتطبق المقولة اللي قالها الرئيس، وهي الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. إحنا من الممكن إن إحنا نقعد على ترابيزة واحدة، لنا رؤى مختلفة، لكن في النهاية قاعدين عشان خاطر البلد دي، عشان خاطر هيبقى لينا أيديولوجية واحدة من خلال هذه المنصة. الأيديولوجياتنا الوحيدة هي مصر. واللي أنا عايز أقوله إن فعلا الناس كلها جاية وكلها حماس إن إحنا نوصل لنتائج إن شاء الله تقدر تفيد الشعب المصري وتفيد الدولة المصرية خلال المرحلة اللي جاية إن شاء الله. وفي حوار خاص أيضا للتلفزيون المصري أكد المحامي الحقوقي عمرو إمام أن مناقشة موضوع عدم التمييز في الحوار الوطني يحمل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، وأشار إلى أن أهمية إنشاء مفوضية مكافحة التمييز أمر ضروري. حنعيش التمييز نفسه ده طرح مهم جدا 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 في الوقت ده. المخرجات ليها علاقة بحاجات كتيرة جدا، أنا حتى قلت ده في كلمتي، ليها علاقة بالمجتمع نفسه. يعني حتى لو الحكومة أو الدولة عندها رغبة في ان هي تعمل مفوضيه لمكافحه التمييز، الوعي الجمعي المصري في مشكله ضخمه ليها علاقه بان التمييز هو سمه اساسيه موجوده وليها علاقه بالتفاخر. يعني التمييز هنا هو الاستعلاء، التمييز هنا هو العنصريه، التمييز هنا هو التنمر. وفي مصر تحديدا كل اي حد اعلى من حد درجه بيمارس عليه التمييز. وفي حوار خاص أيضا للتلفزيون المصري أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدستور ينص على المساواة وعدم التمييز، وأشار إلى أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أنه خلال جلسة مكافحة كافة أشكال التمييز بالحوار الوطني تقدمت التنسيقية بمشروع قانون حول إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. حين النهاردة الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان وهي ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني متعلق بقضية مكافحة التمييز، وهذه القضية تشرفت بالحديث في هذه الجلسة كمتحدث عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعرض الورقة التي عملت التنسيقية عليها خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل.
قضية التمييز أو مكافحة التمييز هو استحقاق دستوري، لأنه المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء، لا تفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب، سواء النوع أو الدين أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو المستوى أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر. واعتبرت أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا ألزمت الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. الحقيقة النهاردة كانت الجلسة مهمة جدا أن تبدأ جلسات لجنة حقوق الإنسان بهذه القضية، لأنها تشغل يعني المجتمع الحقوقي بشكل عام. هناك اتفاقيات دولية مصر طرف فيها، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكلهم ينصوا على المساواة وعدم التمييز. احنا النهاردة تقدمنا لإدارة الحوار الوطني بمشروع كامل لقانون أعدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال النقاش داخلها، حول إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وأيضا تجريم التمييز وتعريفه وفقا للاتفاقيات الدولية. وفي حوار خاص أيضا للتلفزيون المصري، أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه يوجد 18,000 جمعية تعاونية تخدم 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وأشار عبد القوي إلى أن الحوار يلعب دورا مهما للغاية نحو وضع قانون موحد للتعاونيات. احنا عندنا بالضبط يعني 18,000 جمعية تعاونية، ما بين 8,000 جمعية منهم بتعمل كجمعيات زراعية، ما فيش قرية مصرية ما فيهاش جمعية زراعية. أيضا في عدد من الجمعيات بتنتمي للاتحاد النوعي أو اتحاد اللي هو بيعمل في مجال الإسكان، في اتحاد تعاوني بيعمل في مجال الثروة المائية والسمكية، اتحاد نوعي بيعمل في مجال الانتاج، وفي مجال ايضا اتحاد تعاوني بيعمل في مجال الاستهلاكيه المواد الاستهلاكيه. بنتكلم في 5 يعني اتحادات تعاونيه موجوده على ارض الواقع. حضرتك تعلم ان الاتحادات دي بتخدم 25 مليون مواطن، يعني احنا بنتكلم على ربع سكان مصر بيستفيدوا ويتعاملوا مع الاتحادات التعاونيه الخمسه اللي انا قلت عليهم. أهم مشكلة بتقابل التعاونيات ما لهمش قانون موحد. كل اتحاد تعاوني من أنا قلت عليه له قانون خاص بيه، ودي عاملة إشكالية كبيرة جدا بالنسبة للتعاون. الحوار النهاردة بيأمل أن ينتهي الأمر إلى قانون موحد للتعاونيات. We'll be right back.
أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحوار الوطني شهد انطلاقة قوية، حيث تناول ملفات في غاية الأهمية مثل النظام الانتخابي وعدم التمييز. وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري على ضرورة أو إلى ضرورة تحقيق عدم التمييز في الوقت الراهن. اليوم انطلاقة قوية جدا للحوار الوطني، انطلاقة في ملفات غاية في الأهمية، ملفات كانت محل اهتمام الرأي العام المصري منذ وقت طويل، سواء الملف السياسي كان هناك اهتمام من الأحزاب السياسية والقوى السياسية حول النظام الانتخابي، الملف الثاني وهو مرتبط بعدم التمييز، وده كان ملف يهتم به الرأي العام في الداخل والخارج، خاصة في أنه فكرة عدم التمييز فكرة مطروحة في دستور 2014 في المادة 53 بإنشاء مفوضية عدم التمييز. التغيرات اللي تمت في السنوات الأخيرة أظهرت أن هناك قصور في التشريع خاص بالتمييز، وده اللي استلزم أن تكون الجلسة الأولى عدم التمييز. عدم التمييز أعتقد أنه مهم جدا في الوقت الراهن. النقاشات اليوم كانت بتدور حول إنشاء مفوضية عدم التمييز، حول إضافة بعض المواد في قانون العقوبات المصري تجرم التمييز بأشكاله، الاتفاق على طبيعة جريمة التمييز نفسها، الركن المادي فيها والركن المعنوي. وأنا أتصور أن هذه الانطلاقة ربما تحقق آمال وطموحات قطاع كبير من المجتمع المصري، تيسر مهمة التعامل، تمنع التمييز في الوظائف العامة، تمنع التمييز بين الذكر والأنثى، تمنع التمييز بسبب اللون أو الجنس أو المعتقد السياسي أو الديني. وأنا أتصور أن ده أساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة اللي بننشدها جميعا. وقالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي إن الوقت قد حان لأن يكون في مصر مفوضية منع التمييز، خاصة لكونها استحقاقا دستوريا. وأضافت خفاجي أن التمييز بكافة أشكاله يعد مشكلة كبيرة، ولا توجد تشريعات كافية ولا إجراءات نافذة من أجل التقليل والقضاء على هذه الظاهرة. الفكرة كلها إن إزاي يحصل توافق على أشياء معينة نرفعها للسيد الرئيس. يعني أنا كنت حاضرة الحقيقة الجلسة الخاصة بحقوق الإنسان اللي هو منع التمييز، وكان في يعني شبه وفاق، يعني وفاق تام من حيث المبدأ وشبه وفاق من حيث التفاصيل على ضرورة إنشاء المفوضية لمنع التمييز، ولأنها استحقاق دستوري من 2014 إن في ناس كتيرة جدا والمجتمع المدني وأيضا المشرعين بيشتغلوا على مشاريع قوانين لإنشاء هذه المفوضية. وقالت نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المطلب الرئيسي الذي تم التوافق عليه في الحوار الوطني هو إنشاء مفوضية ضد التمييز العنصري. وأضافت نيفين مسعد أن مصر تلتزم بكافة الاتفاقيات المكافحة للتمييز العنصري. هو المطلب الرئيسي اللي كان يعني اتفق عليه
الغالبية الساحقة من المشاركين هو المطلب الخاص بتفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 في الدستور، اللي هو الخاص بإنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، لأنه طبعاً دستور صادر من 2014 فمدى زمني طويل. يعني طبعاً مصر كان عندها استحقاقات كتير ومرت بمرحلة صعبة طويلة، لكن أما وإننا بنتكلم على حوار وطني وفتح ملفات كتير، يعني فموضوع مكافحة التمييز من ضمنها. فكان الاتجاه العام هو تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري ومقاومة بقى يعني الممارسات التمييزية بالدعوة لأنه يكون هناك في قانون بيغلظ العقوبة على مختلف أشكال التمييز، وتم تغطية طيف واسع جدا من التمييز، التمييز الديني واللغوي والعرقي بين رجل وامرأة وسياسي حتى أشير، وجغرافي جهوي منطقة وأخرى. قال عضو مجلس النواب عبد الفتاح محمد إن الحوار الوطني يعد حوارا وطنيا خالصا. وأضاف عبد الفتاح محمد أن الحوار الوطني شهد مشاركة كل القوى الوطنية. حوار وطني خالص بناء نصل به في النهاية إلى الجمهورية الجديدة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 30/6، بعد ثورات الشعب المصري فيها شاف قد ايه هذه البلد كانت مهلهلة ونتج عنها في النهاية ان ما كانش فيه لا امن ولا امان. النهاردة الحمد لله بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية هذا الوطن، وبدأنا بعد مرحلة حصل فيها تطور وبناء للدولة من بنية تحتية وتشريعية وغيره من المبادرات السيد الرئيس، النهاردة دعا في هذا الحوار كل القوى الوطنية أنها تقعد مع بعضيها وتخرج بمخرجات وطنية خالصة بعيدا عن أي هدم وأي شيء يلوث هذا الحوار. من جهته قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان إن مصر انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تجرم التمييز وصدرت منذ عام 1952. وأشار طارق رضوان إلى الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري والذي تم إقراره في عام 2014. قطعا في ظل التحديات اللي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية ما نقدرش نحمل على نظام معين أو سلطة معينة موجودة في مصر. إحنا دولة خاضت تجربتين من الثورات، تغيير أنظمة سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، تحديات سياسية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30/6 ومرورا بدستور 2014، انتخابات الرئاسية واستحداث البرلمان أو مجلس النواب الذي تم انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016. تمخض عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر، يمكن من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عقب هذا تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك أيضا إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022. على التوازي المؤسسة التشريعية لم تنتظر أي توصيات أو إحالات، بل بالعكس قمنا طوعية بتقديم قانون الإجراءات الجنائية، وتم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الدستورية والتشريعية، ويتم مراجعة هذا القانون الآن الذي تم الانتهاء من تقريبا 80% من مواده أو البنود الخاصة بمشروع القانون. قال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو درويش إن الحوار الوطني جاء في فترة مهمة. وأضاف عمرو درويش أنه لأول مرة يرى في مجلس النواب وجود تمثيل قوي للعديد من الفئات والتي كانت مهمشة. يمكن الحديث في مجمله ما بين النظام الأغلبي المتمثل فيه القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، أو في النظام النسبي المتمثل فيه القوائم النسبية. وفي الحقيقة طبعا كان حديث مثمر، يعني قيمة
الجلسة النهاردة أنك أنت جمعت كل أطياف العمل السياسي، التيارات السياسية، الأحزاب، القوى بمختلف أيديولوجياتها كانت موجودة النهاردة على طاولة بتتناقش وتتحاور عشان تحاول أن تصل إلى يعني حالة من التوافق حوالين نقاط اختلافية كبيرة جدا كانت موجودة خلال الفترة اللي فاتت. يمكن ده قيمة اليوم النهاردة. متفائل جدا طبعا أن النتائج هيكون أكثر إيجابية، هنشوف إن شاء الله في المستقبل القريب هنلاقي يعني حالة من التوافق حوالين أمور كتيرة جدا خلافية تؤدي في الآخر أن يبقى عندك استحقاقات انتخابية تشارك فيها كل القوى السياسية والأحزاب، ونتمنى أن احنا نشوف حالة من التوافق، نتمنى أن احنا نشوف طبعا تحالف يعني انتخابي يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية والحزبية عشان نشوف بقى تمثيل برلماني يطالب بحقوق المجتمع ويلبي طموحات المجتمع المصري ويكون عند حسن ظننا. وأكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد على أهمية الحوار الوطني. وأشاد في التصريحات الخاصة للتلفزيون المصري بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار بداية من إطلاق منتدى الشباب ومنتدى شباب العالم. وأوضح القط أن الحوار الوطني لكل المصريين وليس مخصصا لفئة معينة. في البداية فكرة ان احنا بنتحاور مع بعض ده امر مهم جدا، وامر يعني اتبنى عليه من 2016 الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم ثم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والحوارات الكتير اللي عملتها بين مختلف القوى والاحزاب السياسية. ده تمهيد كله للمجتمع ان احنا نبدأ نتحاور مع بعض وان احنا نقبل الاختلاف، وان الاختلاف لا يفسد للوطن قضية. الشأن السياسي شأن مهم، انتخابات السياسية سواء برلمانية او مجالس محلية، تعديل القوانين أو استحداث حتى قوانين جديدة، كل شيء متاح وكل ولا سقف للحوار الوطني إلا الدستور، والدستور له محددات إحنا هنشتغل عليها وهنتحاور مع بعض معها. مهم قوي إن القوى المختلفة تتكلم مع بعض، ممكن يكون حد عنده طرح إحنا كلنا ما كناش مثلا شايفينه أو واخدين بالنا منه، يرجع ونتناقش ونسمع بعض. مهم قوي إن الشعب المصري كله يعرف إنه هو مشارك في هذا الحوار، الحوار الوطني لكل المصريين وليس لفئة أو لشريحة معينة. وفي حوار خاص أيضا للتلفزيون المصري أكد رئيس التحرير التنفيذي لموقع مقتدى محمود بسيوني أنه لا توجد خطوط حمراء في النقاشات، ولفت إلى أن القضية حقوق الإنسان من أولويات الدولة في ظل ما تحقق من إنجازات في هذا الملف خلال السنوات الماضية. اختيار هذه القضية هي قضية من أولويات الدولة المصرية الآن، لأنه في الحقيقة الدولة حققت فيها إنجازات كبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت. يمكن نبتدي من القرار السياسي عند الرئيس عبد الفتاح السيسي انه زار الكاتدرائيه في العباسيه ويعني هنأ المسيحيين اخواتنا اشقائنا المسيحيين باعياد الميلاد، وده بقى تقليد رئاسي سنوي. ايضا تبرع لاكبر كنيسه موجوده في الشرق الاوسط في العاصمه الاداريه الجديده. كل هذه المؤشرات ايضا توديع تهميش المناطق المهمشة في مصر سواء في الصعيد أو في غيره، وده نوع آخر من أنواع التمييز اللي كان بيمارس في السنوات السابقة والآن مصر يعني بتخلص منه بشكل أو بآخر. لكن تظل فكرة التمييز في المجتمع قضية مهمة جدا وقضية مطروحة دائما للنقاش. في رؤى سياسية كثيرة جدا موجودة النهاردة ممثلة في الحوار الوطني، قوى سياسية عادية عندها رؤى متباينة عشان يصلوا إلى صورة من الصور اللي ممكن يعني تدي ملامح ازاي ممكن يبقى في قضاء على التمييز في الجمهوريه الجديده، وده اللي احنا كلنا يمكن نطمح ليه في الحوار الوطني. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض رؤيه تحالف هواوي تلتك لاداره مدينه الفنون والثقافه بالعاصمه الاداريه الجديده. خلال الاجتماع اشار رئيس الوزراء الى جهود الدوله لتشغيل المدينه بصوره دائمه والاستفاده من هذا الصرح الكبير في ابراز قوه مصر الناعمه. من جانبهم قال مسؤول التحالف انه تم تشكيل فريق عمل وتكليفه باجراء زيارات ميدانيه للتعرف على المدينه والانظمه الموجوده بها بغرض الوقوف على كيفيه عملها والالمام بمختلف النواحي الفنيه والاداريه اللازمه لاداره المدينه. وفي نهايه الاجتماع كلف رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنيه بدراسه تفصيليه للعرض المقترح وتقديم تقرير واف بشانه. في إطار دورها المحوري لمد جسور التعاون الدولي مع الدول الصديقة، تنظم وزارة الداخلية دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية في مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان.
نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية لكوادر الأمنية الأفريقية في مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص مصر على دعم أشقائها من الدول الصديقة بخاصة في المجال الأمني. تضمنت الدورة جانباً نظرياً علمياً بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما تضمنت جانباً تدريبياً أتاح للمتدربين الفرصة للتدريب في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية المتميزة وبما يحاكي الواقع العملي. وقد أشاد المتدربون بالخبرة الأمنية المصرية وكفاءتها وبحرص مصر الدائم على تقديم الدعم الفني والتدريبي لأشقائها الأفارقة في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم. encadrer d'autres collaborateurs pour pouvoir mieux assimiler la proximité auprès des usagers. So on behalf of my government, on behalf of the police of the Republic of Mozambique and my own, I'd like to thank the government of the Arab Republic of Egypt for this opportunity was granted to all of us. وعلى هامش الدورة تم تنظيم زيارة للكوادر الأمنية المشاركة فيها لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الرائدة في الإصلاح والتأهيل والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. شاهد الكوادر الأمنية النقلة النوعية في المنظومة العقابية في مصر من خلال المرافق المتطورة الموجودة داخل المركز والتي توفر رعاية صحية متميزة عبر المركز الطبي المتطور المزود بأحدث التقنيات الطبية وغرف رعاية وعناية وعمليات فائقة قادرة على تقديم الرعاية لكافة الحالات المرضية. I have seen a very nice and beautiful hospital here that is equipped with everything. We have witnessed all different departments. Et on soigne beaucoup de maladies. C'est-à-dire qu'un détenu quand il arrive ici, il se sent à l'aise. يضم المركز بين جنباته مرافق الإصلاح والتأهيل المتنوعة التي شاهدها الكوادر الأمنية والتي تعمل على إصلاح وتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم وفق برامج إصلاحية متطورة ذات أبعاد إنسانية، مع إسقال مهارات النزلاء الفنية والحرفية تحت إشراف نخبة من المتخصصين. كنا vu c'est qu'on a ce que l'effort fait par l'Égypte pour pouvoir respecter les droits de l'homme. On le voit bien ici au sein de ce centre même. Ils se soucient du bien-être, notamment de la santé. إشادة واسعة من الكوادر الأمنية بهذه التجربة الفريدة في الإصلاح والتأهيل التي تنتهجها مصر والتي انعكست على سلوكيات النزلاء عقب الإفراج عنهم وساهمت في دمجهم في المجتمع، مطالبين بالاستفادة من هذه التجربة في بلدانهم. هذا المركز كان أعلى مستوى وبودي أن أحمل هذه التجربة إلى بلدي. parce que nous avons vu que le droit de l'homme est très respectant par rapport à l'accueil des détenus. وقد أقيمت احتفالية عقب انتهاء الدورة تسلم خلالها المتدربون شهادات التخرج وسط إشادة بالخبرة الأمنية المصرية وكفاءتها وبحرص مصر الدائم على تقديم الدعم لأشقائها في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيترسون، والذي يأتي في ظل استمرار التشاور بين الجانبين حول سبل التعامل مع الأزمة السورية عربيا ودوليا خلال الفترة القادمة. وتناول الاتصال القرار الأخير بشأن تطورات الوضع في سوريا الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وما تناوله القرار من استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة. هذا وأكد شكري على الدور الذي تضلع به الدول العربية حاليا نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وهو ما يقتضي العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص إلى سوريا.
رحب البيت الأبيض بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدا بمصر لتوسطها في الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير في بيان إن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن قرب مع شركاء الإقليميين للتوصل إلى وقف للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء. من جانبه، رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كاريفيرلي بإعلان وقف إطلاق النار في غزة بواسطة مصرية، وقال إنه يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لمنع إزهاق المزيد من أرواح المدنيين. كما رحبت ألمانيا بجهود مصر الناجحة في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين داعية إلى الالتزام به. وأكدت الخارجية الألمانية على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفة أنه يجب أن يظل الهدف هو وجود سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا كل الأطراف إلى الالتزام به. وأشاد المنسق الأممي بالجهود المصرية في التوصل لوقف لإطلاق النار بين الطرفين والمساعدة في استعادة الهدوء، معربا عن تطلعه لاستعادة وصول المساعدات الإنسانية سريعا لدعم سبل عيش الفلسطينيين في غزة. Elements we need to address in order to change the situation from where we are. تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا بعدما أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها. كان نحو 64 مليون مواطن تمت دعوتهم للتصويت في هذه الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الانتخابية التركية. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام تركية رسمية بتقدم أردوغان بنسبة 51.23% من أصوات الناخبين في مقابل 42.95% لمنافسه كمال كليتشدار أغلو بعد إحصاء أكثر من ثلثي الأصوات. ونتوقف مع حضرتكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام دمر وشكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول عائمات خدمات تموين السفن في منطقة انتظار ميناء بورسعيد، وذلك للبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول خدمة تموين السفن لحيز التنفيذ، وذلك خلال أيام. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتمويل السفن، وأن تصبح مركزا رائدا لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام. سلم وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الرخصة الأولى في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لإحدى الشركات العالمية، والتي تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد.
أكد وزير البترول طارق الملا على أن تسليم الرخصة الأولى في هذا النشاط هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق لقناة السويس الحيوي، وهي خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق في هذا الإطار. إلى البورصة المصرية، وفيها سجلت المؤشرات ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بينما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو البيع، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,134 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 17,270 نقطة مرتفعا بما نسبته 57%، ليصل إلى مستوى 17,369 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان عند مستوى 3,061 نقطة مرتفعا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3,097 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان عند 4,641 نقطة مرتفعا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4,695 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض مكتفي أثر البورصات العالمية بعدما أظهر تقرير هبوط معنويات المستهلكين الأمريكيين في مايو لأدنى مستوى في 6 أشهر، معززا المشاعر السلبية تجاه محادثات سقف الدين العام للولايات المتحدة. فيها انخفض المؤشر السعودي أيضا ب4%، بينما تراجع المؤشر القطري 7%. وفي الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 74%، في حين صعد المؤشر العام لسوق البحرين بنسبة 22%. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع محمد عبد الله وإلهام نمر. أشكرك جزيلا مصطفى نزار. دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تظاهرات جديدة في البلاد، وذلك بعد أن أثار احتجازه لوقت قصير أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد. وأعلن عمران خان في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لاهور أنه سيستأنف الأربعاء حملته الانتخابية المبكرة، مضيفا أن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة. आपने सिर्फ निकल के एक अपने हाथ से लिख के एक प्लेकार्ड जिसमें होना चाहिए اجتاح إعصار مدينة لاجون هايتس الساحلية في تكساس ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 11 آخرين. وذكرت وسائل إعلام الأمريكية أن الإعصار بلغت سرعته ما بين 86 إلى 105 أميال في الساعة، مشيرة إلى وجود العديد من الإصابات الناجمة عن الإعصار. والآن متابعة الأخبار الطقس والأحوال الجوية. طفى مزار. شكرا من جديد زملائي محمد وإلهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، ونستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة.
فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 32 درجة والصغرى 19 درجة يكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 25-17 الجو فيها معتدل، في مطروح 23-16 الجو فيها أيضا معتدل، في بورسعيد 24-18 والجو فيها معتدل، وفي الإسماعيلية 32-18 الجو فيها أيضا يميل إلى الاعتدال. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة يكون الجو فيها حار. أما في العريش ف24 درجة الكبرى والصغرى 17 والجو فيها معتدل، في طابة 31-18 الجو فيها حار، في شرم الشيخ 33-22 والجو فيها حار، وفي الغردقة 32-21 والجو أيضا فيها يتسم بالحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 37 درجة مئوية والصغرى 21 درجة والجو هناك يتسم بشدة الحرارة، في أسوان أيضا 38 والصغرى 22 أيضا الجو هناك شديد الحرارة. أما عن الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 درجة والصغرى 20 درجة والجو فيها حار، في شلاتين 32-22 الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 28-20 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد موسم حصاد القمح بشرق العوينات ويشدد على ضرورة الاستفادة المثلى من المياه. المشاركون في جلسات الحوار الوطني يؤكدون أنه يدعم الحياة السياسية في مصر. إشادات دولية وعربية بجهود مصر في التوصل لوقف لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
إذن انتهت النشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا إلهية؟ ازيك محمد، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. النهارده الحصاد كان لطيف، حصاد النشر واغلبها حصاد اليوم في الحوار الوطني، وبالتاكيد انت عندك تفاصيل هتقولها في الحلقه. ايوه ماشي، في الحلقه في الحلقه، يعني في الحلقه في الفقره الاخيره هيبقى في عندنا يعني مساحه واسعه جدا لمناقشه ما تم وتصوراتنا بشكل عام جميعا كقوه سياسيه للحوار الوطني الى اخره. هتبقى في مناقشه كبيره جدا باذن الله. بس كمان انا كان لفت للنظر ليا جدا، اصل الحاجات دي بتبهجني بقى، حصاد القمح الصبح في شرق العوينات. صحيح. وكلام الرئيس على ان احنا ممكن نوصل من العوينات بس للمليون طن، وده يوفر حوالي 400 مليون دولار سنة. يعني في امل، في احساس بان احنا بنشتغل، في احساس بان احنا بنطلع لقدام، في احساس بانه يبقى في انفراجات دايما في ازماتنا، بس هي دايما الاساس نشتغل. خلي بالك برضو الكلام عن يعني القمح، طبعا القمح رمز الخير يعني طبعًا. على مر التاريخ هو رمز الخير، وحتى حقول القمح بتبقى مبهجه جدا بالنسبه للمشاهد وبالنسبه للفلاح كمان. صحيح. والبطاطس يعني برضو مصر متميزه بالبطاطس، فلازم تلعب على نقاط القوه عندك وتتميز بيها، لان انت مشهور بزراعات مختلفه في الخضر والفاكهه، وبتصدر لدول كتير عربيا واوروبيا، يعني بيحبوا منتجاتك يعني. صحيح صحيح صحيح. وكان عموما ولنا كلام وحديث، والحلقه ان شاء الله يعني نتمنى انها تلقى قبول واعجاب منكم ومن المشاهدين بطبيعه الحال. اشكرك الهام، اشكرك محمد، واستاذنكم نبدا فقراتنا.